الهدف من هذه العملية تتمثل في الحد من أخطار فيضانات مياه الأمطار، لكن فريقنا تقوم بعملية دورية لهذه العملية ونركز عليها في بداية دخول الخريف وفي بداية وعند دخول الشتاء، وهذا لتفادي جميع المخاطر. جندت لهذه الحملة أكثر من 6 شاحنات هيدروميكانيكية و10 شاحنات يدوية وأكثر من 30 عون استغلال.